طبعاً الابن ما بيتقارن بأي شيء تاني. بدك تبعد عن خالدة وعني. أمي أنت كتير متوترة من هذا الموضوع، مانك ملاحظة؟ لازم ضل بعيد عن الكل، عن كل اللي بحبهم. وبتعرفني منيح كتير، يلي بيختاروا عداوتي بدل صداقتي دائماً هنن اللي بيكونوا خسرانين. بس إنه يجرأ يعمل هيك شغلة، هالشي مجنني. ونحن لازم نرد لهم اياها بأقرب وقت. براق مختفي، وينه؟ للأسف قتلوه. علي رضا، يومياً 7 المساء على الـ LBCI.